السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وعام، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا اللي بنتكلم فيها عن النظام الجديد، نظام التابلت. معانا النهاردة بعض الأسئلة اللي هنجاوب عليها إن شاء الله. أول سؤال بيقول: هل أولى سنة وسنة تراكمية ولا لأ؟ أولى سنة وسنة غير تراكمية، يعني مجموعها ملوش دعوة ولا بسنة تانية ولا بسنة تالتة. تاني سؤال بيقول: هل الامتحانات هتكون ورقية ولا على التابلت؟ الامتحانات إن شاء الله هتكون على التابلت، وده هنتكلم عنه في فيديوهات جاية إن شاء الله بالتفصيل. السؤال اللي بعده بيقول: كم امتحان هيمتحن الطالب في أولى سنة؟ المفروض إن الطالب هيمتحن 4 امتحانات في السنة في المادة الواحدة، امتحانين في الترم الأولاني وامتحانين في الترم التاني، وهنتكلم برضو بالتفصيل عن الموضوع ده في فيديوهات جاية. السؤال اللي بعده بيقول: إمتى هنستلم التابلت؟ التابلت هنستلمه إن شاء الله مع بداية الدراسة، بس طبعا ده بيرجع لكل مدرسة وكل إدارة تعليمية، يعني مش شرط كل المدارس تستلمه في وقت واحد، ممكن مدرسة تستلمه قبل المدرسة التانية. طيب، في سؤال مهم جدا بيقول: ينفع اعتمد على الاونلاين في الدراسة ولا لا؟ السؤال ده هو بيرجع للفروق الفردية بين الطلبة، يعني ممكن طالب يستجيب في الاونلاين يستجيب بسرعة عالية جدا، والطالب لا، ترجع للفروق الفردية بين الطلبة، خصوصا ان موضوع الاونلاين ده موضوع جديد. فلذلك احنا بنقول ان سنة اولى ثانوي لازم أن تكون متأسس فيها كويس، لانها معتمد عليها في السنين اللي جاية، في سنة تانية وفي سنة تالتة ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة باختصار. شكرا ليكم، مستر مرماح عبد الحميد.